سي عزوزي، يعني انتهت المنصه ديال الرباط سلا من حيث التصويت، يعني عطينا الاجواء العامه اللي مر فيها هذه العمليه ديال الفرز. طبعا الاجواء العامه اللي مر فيها هذا الفرز هذا هي ما كتختلفش على الاجواء العامه اللي عاشها المؤتمر منذ الافتتاح ديالو، لا في التحضير ديالو ولا في الافتتاح هذا اليومين هذه اللي عشنا في بوزنيقه. جو من الهدوء، جو من الرفاقيه، وجو من التفاهم. الوضعيه ديال الحزب اليوم في نقاش عميق حول الافاق وحول التحولات اللي كتعيشها مجتمعنا وحول الرهانات والاكراهات اللي تضمنات في كل الاوراق، لا الورقه السياسيه ولا الورقه التنظيميه، ولا ايضا الاجواء ديال المصادقه بالاجماع على التقريرين الادبي والمالي في المنصه ديال الرباط سلا القليطره. اليوم شهدت العمليه ديال التصويت مكتف بحضور ديال كافه الاخوات والاخوان المؤتمرين اللي حاضرين في المنصه اللي عددهم 163. هاد الاخوان كلهم شاركوا في عمليه ديال التصويت بتنظيم ومحكم وبجو يعني مضبوط وجو يراعي كل الظروف ديال الاحترازات الظروف ديال الجائحه. الجميل ايضا هو انه هذه العمليه مرت تحت اعين الصحافه الوطنيه، وهذا هو الاستثناء والتمييز ديال الاتحاد الشراكي للقوات الشعبيه اللي كل الاشياء كانت مفتوحه للصحافه الوطنيه واللي شهدت هذه العمليه منذ البدايه الى النهايه، حتى العمليه ديال الفرز العلني ديال الاوراق ديال التصويت واللي كانت العدد ديالها 163 اخو واخت اللي ادلوا بالصوت ديالهم والتصويت الكاتب الاول للاتحاد الشراكي بمناسبه المؤتمر الوطني 11. كانت 163 ورقه ديال التصويت، كانت 6 ديال الاوراق ملغات. المرشحين بجوج، الاستاذ درس الشقر حصل على 152 صوت والاستاذ طارق سلام حصل على 5 اصوات. وبذلك كتكون هذه العمليه في جو من الشفافيه وفي جو من الديمقراطيه وفي جو من الوضوح وفي جو من الاخويه والرفاقيه النضاليه اللي كتجمعنا. هذا الشيء كل شيء تم تحت انظار ماشي غير المؤتمرين ديال جهه الرباط، تحت انظار المنصه الصحافه الوطنيه، ولكن اجتمعت 12 منصه على المستوى الوطني وثلاثه ديال المنصات على المستوى الخارج اللي هي منصه اسبانيا، منصه فرنسا، منصه ايطاليا. اذا هذه الشفافيه هذه هي قيمه من القيم اللي كيامن بها الاتحاد الشراكي وكيناضل من اجل ترسيخها في المجتمع، ولكن يجسدها اليوم بشكل عملي وبشكل واقعي في مؤتمراته من اجل ترسيخ الديمقراطيه عموما. اسمح لي يعني انتم هنا في الجهه شنو هي الانتظارات ديالكم من القائد الجديد القديم؟ طبعا حنا هذا القائد ما يمكنش نقولوا جديد قديم، لانه هذا مناضل اتحادي وهذا تربى في احضان الشبيبه الاتحاديه، احضان القطاع الطلابي، وتدرج في كل المسؤوليات الحزبيه من الفارع للشبيبه لكذا. اذا هذا قائد يعني خبره الحزب، خبره اكراهاته، خبره تطلعاته، احلام مناضلي، رهانات ديالهم، الامال ديالهم، وبالتالي كان تجسيد ديال جزء من هذا الطموح هذا كان تجسيد في الولايه الاولى اللي عمل من خلالها على استعاده تصليب عود التنظيم، عدد ثقه الاتحادي والاتحاديات في الممارسه النضاليه النبيله داخل الاتحاد الشراكي. في الولايه الثانيه استطاع انه يخلق واحد الجو ديال الثقه وديال العمل المتضامن رغم كل الاكراهات اللي عاشها الحزب ورغم كل الاختلافات، لكن نعيش جو ديمقراطي، نؤمن بالاختلاف والحق في الاختلاف، لكن ايضا نؤمن بالقدره ديالنا على تدبير هذا الاختلاف هذا من اجل الوصول الى ما وصلنا له اليوم بهذا المؤتمر المتميز، لا بهذا الحضور ولا بمستوى ديال النقاش ولا بمستوى ايضا ديال التطلعات ديالنا. ما نتطلعوا للمستقبل هو المزيد من النضال، المزيد من التحسين التنظيم، مزيد من الانفتاح على طاقات مجتمعيه قادره على انها تكون قيمه مضافه للاتحاد الشراكي. تقدر تكون الولايه الرابعه للشقر؟ لا اعتقد، لانه هذه الولايه هذه الاخ درس الشقر راه عبر على انه ما غاديش يترشح لسميتو، عبر عليها مرارا، ولكن تحت الضغط ديال كل مكونات الاتحاد الشراكي، من الفريق البرلماني، الفرق البرلمانيه بجوج، المؤتمرات الاقليميه اللي تعقدت، كلها صفتت رسائل للشيبه الاتحاديه، كل المناضلين. اليوم ما عندناش بديل. اليوم الاخ درس الشقر حقق نتائج جد مرضيه، لا على مستوى التنظيم ولا على مستوى الثقه داخل الحزب ولا حتى على مستوى النتائج الانتخابيه. رحنا من 2007 وحنا كنا في تراجع، والاكراهات اللي عاشها الحزب والانشقاقات، باش يوصل القائد انه يخلي الحزب دابا موحد وجاي المؤتمر بهذه الاريحيه ويحقق نتائج من 20 يوصل ل 34 راه تقريبا 75% كيزيدها، يخلق يستعد جميع المقرات الحزبيه اليوم في ملكيه الاتحاد الشراكي، الجريده اليوم في ملكيه الاتحاد الشراكي، هذا الشيء ما كانش. اذا هذا المجهود اللي تبدا ديال القياده ككل طبعا بشكل تضامني ولكن بقياده القائد دريس الشقر، اذا اليوم ما يمكن لنا الا ان نكونوا كنقلبوا على المستقبل بواحد الامل اللي عشناه وتقنا فيه
واليوم غادي نمشيو للمرحله الجايه ان شاء الله ديال 4 سنوات، اكيد ان غتكون قيم مضافه اخرى وغتكون تراكمات اخرى فيها الايجابي وفيها السلبي، لكن فيها الاتحاد الشراكي الحقيقي لهاد الاربع سنوات، لان الاربع سنوات اللي فاتت يلاه عشنا داك الهدوء التنظيمي، وانت كتعرف ان كان عندنا زلازل في الاتحاد الشراكي منذ المؤتمر السادس، وحنا جايين المؤتمر السابع والثامن وكذا، كانت عندنا انشقاقات في الحزب، اليوم ما عندناش هذا الشيء، هذا عندنا اختلاف في وجهه النظر، عندنا تدبير طموحات، عندنا اختلافات بسيطه جدا حنا كندبروها ونجحنا في تدبيرها اعتقد في هذه المرحله هذه. شكرا جزيلا لك، متفق، شكرا.